اهلا بكم من جديد. خلونا نبدا بالحوار حول موضوع الادويه. وزي ما قلت لكم، موضوع الدواء ده احد طبعا الامور اللي يعني او احد السلع او احد الحاجات اللي هتتاثر بشكل كبير جدا. النهارده وزير الصحه وبقاله يومين بيؤكد ان هو لا ارتفاع في سعر الدواء. ده ممكن على فكره يبقى كلام شعبوي يعجب الناس ويقولوا طيب سعر الدواء مش هيبقى موجود، لكن المشكله انه الدواء مش هيبقى موجود. فاحنا قدام خيارين، لابد ان الدولة تجلس تقعد مع المصنعين وتقعد مع غرفة صناعة الدواء علشان تقدر توصل لحل. ازاي مصانع الأدوية اللي متسعرة ب 3 جنيه و30 قرش ولا 3 جنيه و40 قرش على تسعير من ايام الجنيه الجبس يعني تقدر تكمل؟ المصانع دي بتخسر خسائر فادحة في ادوية مش هتقدر انها تفضل تكملها حتى بعد الرفع اللي كان مؤخرا، اعتقد رفع الادوية اللي هي اقل من 30 جنيه. ده جزء. طب ماذا عن المستورد؟ ابتدينا نشوف ازمة في الادوية المستوردة. وهو السؤال لازم يكون، هل الادوية تبقى غالية بس موجودة، ولا الأدوية تختفي تماما من السوق ويبقى عندي أزمات طاحنة؟ والجزء بقى الموازي هو دور التأمين الصحي عشان يرعى الناس. في العالم كله الأدوية بالسعر التجاري لها، السعر العالي الموجود التجاري لها، والتأمين بيدفع للمواطنين. خلونا نسمع الآراء. دكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا مدام لميس، ازيك وازي حضرتك؟ الوضع ايه دلوقتي بالنسبة للأدوية؟ ابتديت وضع الغرفة باختصار شديد، احنا طبعا مع قرار التعويم بنسبة 100%، لأن ده قرار بدونه كان الاقتصاد المصري مشلول بمعنى الكلمة. فالتعويم هو بيحرك الاقتصاد الكلي. أي قرار إيجابي له بعض السلبيات، من هذه السلبيات هو قطاع الدواء، لأنه هو القطاع الوحيد اللي بصعد تسعيرة جبرية من الحكومة. هنعمل ايه في المرحلة الجاية؟ احنا في اجتماع دلوقتي مجلس إدارة الغرفة، في اتصالات فعلا تمت مع دكتور احمد عماد الدين وزير الصحة، في اخرى، وخلال اليومين الجايين ان شاء الله هنحاول نصل لحل يبقى متوازن ما بين مصلحة المريض وتوفر الدواء وما بين ال قول لي الازمه. يعني انا عارفه انه في قرارات ولها اثار ايجابيه واثار سلبيه، قول لي انتوا ازمتكم ايه في صناعه الدواء؟ ارتفاع التكلفه باكتر من التكلفه بكتير. يعني انت النهارده التكلفه الحاليه ضيعت الارباح وخدت جزء كبير من الخسائر او خسرت جزء كبير من الخسائر، فما فيش اي قطاع طبعا هو يستطيع يتحمل. ازاي هنحلها؟ الدوله هتحلها ازاي؟ لسه احنا في انا مرحله عايز افهم النقاش. بقى بالنسبه للدواء المحلي وبالنسبه للدواء المستورد يا دكتور عزبي، ايوه وارجو ان الكلام يكون صريح، ما تقلقش. انا حاسه ايوه انه انا كلمت النهارده شركات كتيره وابتديت احس ان الشركات قلقانه. بصوا يا جماعه، انا اللي يهمني ان الدواء يبقى موجود، ان انا ابتديت احس ان الشركات بتدور على مصلحتها ونسيت المواطن اللي مش لاقي الدواء. الدواء المستورد هتقدر تستورد الدواء بالوضع الحالي؟ لا مستحيل. ارجوك، شكرا من فضلك، يعني أرجوك خليك صريح وقاطع زي ما اتعودت منك، مستحيل إنك تستورد الدواء بالوضع الحالي. طب بالضبط. وماذا عن الصناعة المحلية؟ الصناعة المحلية نفس الشيء، لكن الصناعة المحلية قد يكون في مصانع لسه عندها خامات لسه موجودة هتستمر في الإنتاج، في استمرار في الإنتاج. لكن لغاية إمتى ما أقدرش أقول، يعني هل الاعتمادات اللي كانت بتتفتح سواء للاستيراد الأدوية أو سواء لتصنيع الأدوية كانت بتتفتح طبقا للسعر الرسمي للجنيه؟ بنسبة 100%. 100%. وأعتقد ده اللي قاله لي محافظ البنك المركزي، وده لا اللي أكد بنسبة 100 عليه السيد أو الرئيس. نسبة بنسبة 100%، وإحنا حتى كان في شحنات تتأخر لغاية ما البنك المركزي يدبر الحصيلة أو اللي هي المبلغ بتاع الشحنات ديت، فكنا بننتظر. ايه لأن اهم الادويه دكتور اللي هتبقى اللي احنا ممكن مرشحه للنقصان في الفتره اللي جايه؟ لا ما اقدرش اقول يا مدام لميس، لان كل القطاع طبعا كل يعني كله تقريبا في اضرار عليه. بنتناقش وان شاء الله نوصل لقرار يكون مرضي، يعني يكون طيب مرضي للصناعه ومرضي للمواطن ان شاء اوكي الله. خليك معايا يا دكتور. انا معايا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. دكتور خالد، مع احترامنا لتصريحات السيد الوزير ان هو اللي هي موجهه للمواطنين انه لا ارتفاع في سعر الدواء، هو لا ارتفاع في سعر الدواء وان الدواء مش هيبقى موجود، هنعمل ايه يا دكتور؟ شوف يا استاذ مدام لميس، مساء الخير حضرتك مساء الدكتور احمد العزبي. عايز بس اوضح حاجه، يعني الشركات يا مدام لميس كانت بتجيب
الدواء بتوفره لما كان الدولار في السوق الموازيه ب 18 جنيه. لا معلش انا هقف هنا، انا هقف هنا. الدكتور عزبي وبيقول انه كانت الاعتمادات سواء الاستيراد او التصنيع بتفتح لي في البنوك بالسعر الرسمي للدولار، يعني ب 8 88 مش من السوق الموازيه يا دكتور. لا يعني احنا المعلومه اللي عندنا واللي انا بقولها على المستوى الشخصي ك ك ك كمتحدث باسم وزاره، انه يعني مع احترامي طبعا لكلام الدكتور احمد العزبي، انه الشركات كانت بتجيب الدواء بسعر السوق الموازيه لما كان الدولار ب 18. يبقى كان في حد بيضحك علينا. معلش بقى، معلش يا دكتور، عشان هنا في نقطه مهمه جدا. يا مجلس الوزراء كان بيضحك علينا، يا البنك المركزي كان بيضحك علينا، لانه البنك المركزي وتعليمات الرئيس ومجلس الوزراء كانوا بيؤكدوا دايما ان الاولويه للادويه، وان دايما بنوفر للادويه، وكان دايما كل شويه يطلع لنا بيان، بيان من السيد الرئيس، بيان من مجلس الوزراء، بيان من البنك المركزي. فكده انا عندي حد كان بيقول حاجه غلط، مين بقى؟ والله يا فندم انا برد على حضرتك بمتوفر لدي طيب المعلومات. طيب تقول لي اسامي الشركات اللي كانت بتجيب من السوق السوداء. لا ما ينفعش اقول اسامي الشركات اولا على الهواء، دي حاجه. الحاجه طيب الثانيه، النهارده الدوله بتوفر الدولار ب 15 جنيه او بسعر البنك للشركات عشان يشتروا الدواء. النهارده يعني ما ينفعش على الاطلاق. بص يا مدام لبيس، زي ما ببص للشركات واصحاب الشركات ومكسب الشركات، لازم كويس قوي ابص للمواطن، لازم ابص للمريض. ارجوك يا دكتور والنبي بلاش، انا اللي يهمني ان الدواء يبقى موجود. خليك معايا يا دكتور، خليك معايا يا دكتور. دكتور عزبي، هل كان، وانا بسال حضرتك مره اخرى، هل كانت الشركات تدبر الدولار بسعر السوق ولا بسعر السوق الموازيه ولا بسعر الدولار المسعر رسميا؟ بالسعر الرسمي للدولار ومن خلال البنك المركزي، بدليل ان كان في لجنه شكلت من، كان بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه ووكيل البنك المركزي، ل بعد ما ظهرت بعض النواقص في السوق على تدبير العمله للشركات على ان هي تستطيع ان هي تستمر. الدكتور خالد عنده جزئيه صح بالنسبه للسوق الموازي. بعض المصانع، هنقول المصانع مش الاستيراد، نتيجه احتياجها لماده او مادتين ناقصين بمبلغ بسيط، فعلا كان بتلجا للسوق الموازي يدبره، 20,000 دولار، 50,000 دولار، 100,000 دولار، كان بيقدر يدبره وبيحمله على التكلفه، مش يحمله على التكلفه، بيتحمل فرق التكلفه. اما كقطاع بنسبه 100% على السوق الموازي، لا طبعا ما حصلش ولا يستطيع ان هو يحصل، مستحيل. دكتور خالد تحب ترد؟ اتفضل. زي ما وضحت لحضرتك، يعني هو الدكتور احمد بيقول ان في بعض الشركات كانت بتجيب كده اعتمادات. لا بتجيب، حضرتك سمعته بدقه وبتقول لك بتجيب ماده او مادتين. خليني ارد على حضرتك. 50,000 دولار او 100,000 دولار، مش كل القطاع. الشركات لما اشتكت ان ما فيش دولار وان ازمه الدولار متسببه في نقص العديد من الادويه، تفضل مشكورا دوله رئيس الوزراء مع السيد وزير الصحه واجتمعوا بالشركات. الشركات، السيد رئيس الوزراء طلب من الشركات انتم محتاجين كام عشان تجيبوا الدواء؟ قالوا 260 مليون دولار. وبالفعل دوله رئيس الوزراء قام بالزام السيد نائب محافظ البنك المركزي كان حاضر الاجتماع بتوفير المبلغ. طيب تم توفير المبلغ عشان الشركات تجيب الدواء. النهارده يا استاذه لميس، لما يحصل تعويم للجنيه، ما اجيش انا اقول لا انا ارفع سعر الدواء تاني. لا ثواني بس، ثواني، انا بكلمك اقتصاد، معلش ارجوك، معلش يا دكتور خالد، انا بكلمك اقتصاد. هم جابوا الدواء لمده قد ايه؟ ما هو ده ممكن امتى اتفتحت الاعتمادات دي؟ لا بص يا مدام لميس، انا امتى اتفتحت الاعتمادات دي مش لدي، المعلومات دي مش لدي. طيب انا بتكلم صحه يا مدام لميس مش اقتصاد. ايوه يا فندم. لا انا بتكلم اقتصاد حضرتك، لانه حضرتك بتقول لي. طب يرد عليك الدكتور عزبي، اتفضل. اتفضل يا دكتور عزبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بقول لحضرتك، هعيد كلامي تاني، قطاع الدواء لا يستطيع ان هو يشتري اي دولار من السوق الموازيه قبل التعويم. فكان بعض الشركات نتيجه ظروف طارئه في الانتاج عنده خامه او خامتين ناقصين على التشغيله، بيضطر ان هو يجيبهم من السوق الموازي عشان ما يتعطلش خط الانتاج ويوفر الدواء. طب امتى يا ده لا تشكل اكثر من 1 أو 2%. طيب انتوا توفرت لكم اعتمادات؟ الدكتور خالد مجاهد بيقول بالفعل توفرت اعتمادات بالسعر الرسمي. اعتمادات بالسعر الرسمي 250 مليون دولار. مش اعتمادات، وما كانش في اعتمادات يا مدام لميس بعد اذن حضرتك، نتيجه ان هو البنك المركزي مش عارف الحصيله عنده قد ايه ومش حاسب المستقبل ازاي هيكون. فكان هو كل شغله اللي هو ضد مستندات، اجينست دوكمنت، يعني البضاعه بتوصل للميناء، انا بقدم مستندات البنك، البنك بيطلب، البنك المركزي في وقت الاحتياج
هو كلام دكتور خالد ان انتوا اوريدي استوردتوا، وبعدين هو فعلى خلي الاقل بالك الحاجه دي ممكن تقعد لفتره معينه ثم نبتدي بعد كده نتكلم. هستأذن دكتور خالد في حاجه، هو الرقم اللي اشير مع دوله رئيس الوزراء كان 2 مليار و600 مليون دولار احتياج القطاع الثانوي، اللي هو الثانوي اللي هو الاحتياج وانتوا خدتوا الثانوي منهم كام؟ يعني يمكن في الفتره اللي يعني لا كنا يعني ما اقولش ان احنا صفر، كنا بناخد جزء كبير بس مش 100%، ما كناش بنحط 100%، فده كان بينتج عنه تاخر في الافراج عن الشحنه. طيب خليك معايا دكتور، انا معايا دكتور شريف باشا استشاري امراض النساء. دكتور شريف، ابتديتوا تشوفوا مشاكل في او نقص في الادويه المتعلقه بامراض النساء او المحاليل او المناظير او غيرها يا دكتور؟ طبعا يا مدام لميس، احنا طبعا انا بتكلم كطرف محايد، انا ليس لا امثل صناعه الدواء او المستوردين او الوزاره او اي حاجه، لكن احنا الطرف المحايد، انا الطبيب اللي بكتب روشته للمريض بينزل يصرفها من الصيدليه. للاسف الادويه اللي احنا بنستخدمها في امراض النساء وخاصه في ادويه علاج العقم واطفال الانابيب 90% مش موجود منها في السوق حاليا نتيجه نقص شديد. 90% بيوصل 90% منها غير متوفر، انها معظمها مستورده. وللاسف احنا كنا في مؤتمر في الصيف وكان الشركات الاجنبيه قالوا لنا بصراحه احنا مش قادرين، ان احنا ما افتكرش ان احنا ابتداء من 2017 نقدر نكمل في مصر، ان احنا وصلنا بالبوتوم برايس لمصر للظروف اللي احنا فيها، الدول دي الشركات المصنعه بره. واللي احنا فاهمينه دلوقتي احنا ما بين ان المستورد بيقول ان الدواء دلوقتي التكلفه بتاعته اغلى فبالتالي ما فيش، واللي وصل لعلمنا كمان ان حتى الشركات اللي بتستورد الادويه في اخر 48 ساعه طلبوا من الشركات المستورده بره ان هم يبطلوا يبعتوا ان هم مش قادرين على ان هم بالاسعار الحاليه. ده اللي بيتقال لنا احنا كاطباء اللي بنكتب، ان تكلفه الدواء المستورد بتيجي اكثر بكثير من تسعيره الدواء من الدوله. طبعا الدوله معذوره، احنا لا اهاجم اي سياسه دوله والدواء قرارات، احنا بنؤيد القرارات اللي اتخذت فيها القرارات اللي بس لازم الدواء يبقى متوفر. بس انا اتعلمت، انا جراح، انا ما اقدرش افتح بطن مريض من غير ما اكون مستعد يا لميس، يعني لازم اكون مستعد. القرار سليم ما بنقولش حاجه، بس في ممكن، انا اشتغلت في انجلترا 6 سنين واقدر اقول ان في استثناءات ممكن لازم، ان ما ينفعش ان انا الزم الادويه المستورده بالسعر. الادويه مش هينفع المستورد انه يخسر، مش هينفع الدوله اللي هي بتصدر لنا الاجنبيه الشركه الاجنبيه تخسر. نقعد معاهم انا يعني لازم يقعدوا ويشوفوا ايه، يحلوا المشكله ازاي، الدواء يزيد ويدعم في المستشفيات الحكوميه او المؤسسه العلاجيه نعم. او للحالات الثانيه للناس اللي هم الغير قادره على شراء الدواء بالزبط. لازم يكون في حل، لكن مجرد ان انا اقول ان انا مش هزود سعر الدواء والدواء التكلفه والمستورد بيخسر او الشركه اللي هي بتستورد مش هتخسر، فبالتالي اللي بيدفع الثمن هو المريض يا لميس. هو ده همي الاساسي يعني بصراحه، المريض. زي ما انت قلتي في اول الحلقه، دواء موجود وغالي وممكن يدعم في مستشفيات حكوميه او مؤسسات حكوميه، ولا دواء مش موجود خالص. فانا بالنسبه لنا احنا مش عارفين، اللي انا فاهمه كمان ان الكميات اللي موجوده للاسف، وهذه استغاثه لرئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، اللي انا فاهمه من اللي عرفته وممكن حد يصلح لي معلوماتي لو انا خاطئ، ان الاستوكات الادويه المستورده اللي موجوده في مصر لا تكفي المصريين اكثر من اسبوعين، الادويه المستورده اسبوعين. فهل ده الكلام اللي بيتقال في تخصصنا في تخصص امراض النساء؟ ما اقدرش التخصصات نعم. الثانيه علشان احنا طبعا انا جات لي استغاثه من امراض الاورام الحقيقه، انه في عندنا مشكله في الكيموثيرابي، وابتدينا نشوف بدائل الكيموثيرابي هندي وصيني وغيرها، لانه الدواء الاصلي ما بقاش موجود. بدائل والادويه ديت الخطوط الانتاج ما تقدريش، لو هتعملي مصنع انتاج، لو هتعملي مصنع انتاج جديد في مصر دي بمئات الملايين، انت مش في حاله انك تقدري تستوعبيها دلوقتي. فاحنا مش عايزين، يعني احنا الوزاره كتر خيرها بتضغط ان هم برضو الميزانيه والدوله في ظروف، احنا ما بنقولش، بس لازم يقعدوا يوصلوا الحل في النص. صحيح. ان في النهايه المريض اللي بيدفع الثمن والدواء مش موجود، بشكرك. الدواء مش موجود. صح. بشكرك دكتور شريف باشا. الدكتور خالد ترد على دكتور شريف وعلى غيره من الدكاتره اللي هنسمعهم دلوقتي ازاي؟ سيبك من موضوع الشركات، احنا دلوقتي بنتكلم على توفر الادويه المستورده. والله يا فندم انا مع احترامي لكل الكلام اللي قاله الدكتور شريف، يعني في جزئيه انا بؤيده فيها تماما، ان احنا لازم كدوله كوزاره صحه
وكشركات نقعد ونشوف تأثير قرار تعويم الجنيه على الشركات وحيثياته، وازاي نقدر نساعدهم ان هم يعدوا الازمه دي وينتجوا، بس صح. بعيدا عن ان انا ازود سعر الدواء، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما هو ازاي بس والنبي انا عايزه بس افهم بعيدا ازاي يا دكتور؟ يعني التامين الصحي هو اللي يغطي ده في العالم كله. التامين الصحي هو اللي يغطي ده، لكن انت ازاي اقتصادياتها ازاي يا دكتور؟ مدام لبيس، قطاع الصيدله لديه الكثير من الحلول دي، لازم تناقش على ترابيزه ما بين الشركات وما بين قطاع الصيدله وممثله لوزاره الصحه، ونطلع بحل، والحل ده هيكون معلن اكيد، بس نتناقش فيه ونتناقش في حيثيات القرار على الشركات. يعني انا عايز احل المشكله بس بعيد عن جيب المواطن. ما حاجه معلش بس يا دكتور والنبي بلاش الكلام الشعبوي، الله يكرمك، احنا بنتكلم في اقتصاد دكتور. ده على فكره مش شعبوي خالص، ده كلام شعبوي يا دكتور، ده كلام شعبوي، لان حضرتك عارف ان انت الوزاره علت الاسعار في الفتره اللي فاتت علشان الشركات الادويه ومصانع الادويه مش هتقدر تنتج هذا الدواء، والنتيجه بتبقى ان الماده الفعاله، وحضرتك عارف ده كويس، بنضطر نيجي على الكواليتي علشان مش هيعرفوا يستوردوا ده، دول متسعرين ب3 جنيه ونص يا دكتور. فازاي حضرتك، فارجوك بلاش كلام شعبوي، خلينا نتكلم كلام اقتصادي علمي. تسعيره جبريه من التسعينات، وزي ما حضرتك بتقولي احنا علينا الاسعار علشان نحترم. ايوه علينا الاسعار من كام لكام والكواليتي بتاعت الشركات، لكن انا لازم احترم برضو ان في ليفل، في كفه ثانيه يا مدام لميس، ما ينفعش انا امسك كفه عليها قوي واجي على كفه ثانيه. انا اللي يهمني المريض يلاقي الدواء يا دكتور، انا اللي يهمني ان المريض يلاقي الدواء. موجود في الاسواق باسعار ما يقدرش عليها المريض، يعني الدواء مش التامين الصحي يغطي ده، انا اللي يهمني ان الدواء يكون موجود. حضرتك مهتم انك تطلع كحكومه تقول للناس لن نرفع اسعار الدواء، بس هو في جزئيه يا جماعه مش هنقولها لكم، هو ان الدواء مش هيبقى موجود. انا اللي يهمني كمواطن الدواء يبقى موجود. انا بس في حاجه كلام الدكتور شريف عايز اعقب عليها، يعني احنا في حمله من اداره الصيدله نزلت النهارده بالفعل على الموزعين تراجع ارصده الادويه عندهم، بكره الصبح هيتعرض ده مذكره باكر على السيد الوزير وهنعلنها لحضراتكم. لا يعني ايه؟ يعني ايه انا مش فاهمه؟ الارصده تكفي اسبوعين دي مش صحيحه. في لجنه النهارده من تفتيش الصيدلي والرقابه على الموزعين في مختلف انحاء الجمهوريه بتراجع الارصده اللي متواجده، لان في الاخر المصنع او الموزع ملتزم بكميه معينه برصيد. يعني حضرتك بتقولي ان المصانع والموزعين ممكن تكون بتخبي الدواء؟ بص يا فندم انا ما بقولش، لا انا ممكن. بسالك ولكن طب دكتور عزبي، طب خلاص انا مش طرف. دكتور عزبي انا ما اختارتش سوء النيه، ولكن انا لا ده سوء نيه واضح. دكتور عزبي ارجوك انت ترد نيابه عن قطاعك، واضح ان في اتهام، واضح ان انتوا بتخبوا الدواء. نعم حضرتك ما سمعتش الدكتور ولا ايه؟ في اتهام واضح ان انتوا بتخبوا الدواء، هينزلوا لجنه عشان يشوفوا اذا كنتوا بتخبوا الدواء ولا لا. لا هو طبعا هو في لجنه نزلت، او يعني لجان مشت على كل الشركات سواء المستوردين او الموزعين، نشوف الارصده ايه، وده من حق الوزاره حتى ان هي تطمن على المخزون بتاع الدواء قد ايه وتعمل حساباتها. ده اجراء محمود وليس اجراء غير مرغوب فيه، عكس. لكن ده لا يمنع ان في مشكله، المشكله دي هنحلها، دي هيبقى مع المسؤولين، هنقعد معاهم. طب امتى ما انا اللي يهمني المواطن، انا معلش يا اساتذه، ما بين القرارات الشعبويه والكلام الشعبوي بتاع الحكومه، وبين حضرتك وبين حضرتك وانت متردد كده انك تدافع عن القطاع، انا اللي يهمني الحكومه يا فندم، عفوا يهمني المواطن. مواطن يلاقي الدواء، حضرتك قلقان انك تواجه الحكومه والحكومه خايفه من المواطن، انا اللي يهمني المواطن يلاقي الدواء بس. وحضرتك بطمنك الهدف الرئيسي ان احنا نوفر طيب. الادويه. شكرا يا دكتور عزبي. كيفيه التغلب على المشكله ازاي؟ هنبدا نعيشها من بكره ان شاء الله، وقد نصل لحل ان شاء الله، يبقى في توازن ان شاء الله. طب خليك معايا يا دكتور، انا معايا دكتور بهاء ايهاب الاستاذ بالعلم للامراض بالقصر العيني. دكتور مساء الخير يا فندم. لو نوطي التلفزيون يا دكتور بعد اذنك. مساء النور يا فندم. اهلا بيك، هل ابتديتوا تشوفوا ازمه في الادويه او نقص في الادويه يا دكتور؟ طبعا يا فندم، وفي ادويه حيويه جدا زي ادويه السرطان وزي ادويه امراض الكلى وزي بعض ادويه امراض الدم. الازمه كبيره وما بتتحلش، لانه الاسلوب اللي بيتكلموا بيه مع احترامي الشديد دكتور خالد، احنا بنتكلم كلام علشان الناس، لكن احنا ما نتكلمش بالفعل. انت النهارده حضرتك لما الدواء يبقى تكلفته اغلى من السعر، الشركه مش هتجيبه، وبالتالي انت بتفتحي باب للناس تهرب ادويه
لا تخضع للوزارة ولا تخضع للتحليل، وأدوية مغشوشة وأدوية منتهية الصلاحية، وبالتالي ده بيضر المريض ما بيفيدوش. لكن احنا ممكن نفكر بطريقة تانية. أيوة. ان احنا كوزارة صحة نقعد مع الشركات المنتجة، احنا سوق فيه 90 مليون شخص، فاحنا سوق كبير قوي وهم مهتمين بيه وبيكسبوا، لكن هم لما وصلوا المرحلة دي وقفوا. حتى حضرتك انت لما بتطلبي طلبية من الشركة اللي بنشتغل معاهم معظمهم كاش اجينست دوكيمنتس، بدل ما يبعت لك 1000 يبعت لك 100، انت تقعدي معاه كلجنه من وزاره الصحه وتتفقي معاه ان احنا هنغلي لك سعر الدواء في السوق العادي، ولكن التامين الصحي اديني الدواء ده بنص ثمنه، اديني نسبه من اللي جاي بضاعه مكانيه. ده ممكن نوصل بطريقه وهم مهتمين وهم عايزين يساعدوا، بس في الاخر ده نشاط اقتصادي مش لازم يخسر. يعني انت كده بتدفعيهم ان هم يبطلوا يستوردوا. صح. بدل ما احنا كنا دولة مهمة وبيبصوا لنا، بقينا دولة كلاس بي وما تعرفيش بعد كده ايه اللي هيحصل. انا بقول لسعادتك انا بشوف ادوية سرطان وحاجات في غاية الاهمية مغشوشة ومهربة وغير مش جاية بظروف الصح. دكتور خالد، غلط، كل حاجة غلط. دكتور خالد، دكتور بهاء هو يعني أستاذ في القصر العيني، شايف موضوع نقص الأدوية يا دكتور؟ ده مش إحساس جمعي لدينا، احنا ابتدينا نحس بنقص الأدوية، والمجرد ان احنا نتمسك بجملة واحدة اللي هو لا ارتفاع لأسعار الدواء بدون ان احنا حتى نبتدي نتفاوض مع الشركات، احنا هنا عندنا مشكلة. اتفضل. اولا اهلا بالدكتور بهاء، انا بس عايز اعقب على كلام حضرته في جزء انه ادويه مشتقات الدم بالفعل كان فيها ازمه من قبل قرار تعويم الجنيه، والازمه دي بعد ما اجتمعنا بالمستوردين اللي بيستوردوا ادويه مشتقات الدم الحمد لله السيد الوزير اجتمع بيهم وكان في حلول ايجابيه، وبدات بالفعل الادويه دي تتوفر ودخل منها جزء عندنا يمكن من حوالي اسبوعين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، نسمع دكتور بهاء، الدكتور مجاهد بيقول ان الادويه دخلت من اسبوعين، ابتديتوا تشوفوها في القصر العيني ولا مش موجوده؟ طيب يرجع لنا دكتور بهاء، لان هو الدكتور بيقول، الدكتور مجاهد بيقول انه الادويه دخلت من اسبوعين. انا عندي 3 دكاتره اورام اتصلوا بيا قالوا لي مش موجوده. انا عايز بس برضه اوضح لحضرتك حاجه علشان الكلام ده اتقال يمكن، وحد من الساده الاعلاميين سالني قبل كده ان في مشكله في ادويه الاورام تخص مستشفى ابو الريش التابعه لجامعه القاهره، وتم فحص الامر من قبل اداره الصيدله ولقينا ان في مشكله ما بين الجامعه وما بين الشركات في ان في مديونيات للجامعه عند الشركات كبيره، وتواصلنا مع الشركات ان هم يوفروا لهم جزء. يا فندم الادويه مش موجوده في السوق، ده ما يخص ادويه الاورام، انا بتكلم على الجامعه فيما يخص. أيوة. ادويه اورام الاطفال دي قضيه اثيرت وانا برد على حضرتك. طيب. فيها ده موضوع اخر. التواصل ما بين الاداره والشركات، اداره مركزيه شؤون الصيدله والشركات، بالفعل قالوا ان احنا عندنا مشكله في توريد ادويه الاورام. طيب. للجامعات، واحنا نشدناهم وتدخلنا كوزاره الصحه او اداره صيدله ان احنا نحل هذه. طيب خليك معايا دكتور بهاء، رجع لنا تاني، خليك معايا دكتور بهاء. دكتور مجاهد بيقول ان ازمه الادويه الاورام وادويه الدم خلاص اتحلت من اسبوعين، وان ابتدت الادويه تتدفق من اسبوعين، هل هذا دقيق؟ انا ما اعرفش بامانه، لكن انا اللي شايفه ان الدكتور بيدخل حاجتين في بعض، عدم دفع الجامعه لبعض الفواتير المتاخره وعدم توافر الدواء. الشركه، انا حتى بس بقول لحضرتك، حتى خارج الجامعه، حتى في الدكانات الخاصه الدواء غير متوفر، لان الناس بتجيب الدواء تكلفته اعلى من سعر بيعه، يعني هو هيجيبه يخسر، فمش هيجيبه. هيجيبه ليه؟ ده في الاخر ده راجل عنده نشاط اقتصادي. طبعا قصه ان الجامعه بتتاخر في الدفع بتخلي التوريد بيبقى اضعف، لكن this is not the issue. ده جزء من المشكله قابل على الحل وقابل للتفاوض، انما احنا بنتكلم في التوفير الدواء الامن السليم بالشروط الصحيحه. وده اللي يهمني بالنسبه للمواطن. انا شخصيا رحت اشتري دواء من احدى الادخانات الكبيره، طلع الدواء ده مغشوش، وانا لولا ان انا عارف شكل العلبه وعارف المارك اللي عليها وكل حاجه ممكن اخده وما ينفعش. وبعدين حضرتك تلاقي في ناس للاسف الشديد يقول لك ايه؟ ما هو خلاص، ما هو ده العيال اصله هياخده وتأثيره 20%. طب هو عشان تأثيره 20% اديله دواء متهرب او دواء بايظ غير مش سليم؟ لا، ده مش صح طبعا، ده مش تفكير سليم. انا بتكلم مع الناس
وتوصل لكونكلوجن صح وزاره الصحه ليها نسبه مجاني بنص الثمن وات ايفر، والباقي في السوق اللي يقدر يدفع يروح يجيبه. لكن انا كده بخلي العيان اللي يقدر يدفع واللي ما يقدرش يدفع يعني ضحيه النقص وضحيه الادويه المغشوشه وضحيه السوق السليم. صح. بشكرك دكتور بهاء. مين معانا يا دوك يا شباب؟ طيب دكتور، طب دكتور مجاهد مره اخرى، اذا هل امتى هتقعدوا وزاره الصحه والشركات للوصول لحل؟ مره اخرى ما يهمنا هنا هو توفر الدواء والتامين الصحي يقدر يغطي الادويه الغاليه بالنسبه للمواطنين، وكمان يبتدي ياخد من الشركات المنتجه او الشركات المنتجه دوليا ياخدها باسعار مخفضه. امتى هتقعدوا الجلسه دي امتى؟ شوف يا مدام لبيس، احنا ان شاء الله احنا برضو زي حضرتك يهمنا في الاخر ان المريض يلاقي الدواء، ولكن برضو انا مصر بسعر يتناسب معاه، لانه لو الدواء موجود بسعر عالي على المريض والمريض ما يقدرش يشتريه هي نفس المشكله في الاخر. لكن طبعا احنا هنقعد كقطاع صيدله مع الشركات او مع غرفه صناعه الدواء ونشوف ونناقش في حاجه. ايوه امتى يا دكتور؟ امتى؟ اكيد انتوا كنتوا بتحدد حضرتك دي حاجه ميعاد بياخدوه غرفه صناعه الدواء من السيد الوزير، يعني انا مش هقول الميعاد لحضرتك. ايوه بس انا عايز اقول لحضرتك ان اكيد يعني مثلا الحكومه كلها عارفه انه في ديفالويشن او في فلوتيشن، فكل حاجه مترتبه. هنسمع بعد شويه من الوزيره غدا والي ان خطتها 1 2 3 4، كنا عارفين البنوك هتعمل ايه، كنا عارفين الموضوع الميكروباصات والناس نزلت تشتغل على موضوع النقل وكذا. ازاي وزاره الصحه مش عامله حسابها لما الدواء يحصل فلوتيشن للجنيه ان الدواء اسعاره هتحصل ايه؟ يعني انا حاسه ان انتوا فوجئتوا. لا انا عامله حسابها يا مدام لميس. مين اللي قال انها مش عامله؟ أيوة حسابها؟ هو النهارده هو مين قال يا مدام لميس ان سعر الجنيه هيثبت كده ولا سعر الدولار هيثبت كده؟ مين قال الكلام ده؟ مين لانه التصريح اللي طالع من وزير الصحه هو بكره بكام يا مدام لميس؟ دي حاجه متغيره ممكن تتغير كل يوم. ده تصريح جديد بقى، ده تصريح جديد، لانه وزير الصحه بيقول لا تغيير في اسعار الدواء. خلاص الشركات قفلت. لا انا مع انا باكد على التصريح انه لا تغيير في اسعار الدواء. انا بقول لحضرتك سعر الدولار مين قال ان هو هيثبت؟ النهارده انتوا بتقولوا فانتوا هتستناه كمان كام شهر يعني؟ للشركات بكره ده نزل انزل للشركات، ما هو مفيش امور بتدار بهذا الشكل. لازم يكون في قعده مع الغرفه ويكون في تفاهم حيثيات هذا القرار بما يعني ما يحملش عبء على المريض. ده كلامي من الاول. معلش برضو عشان انا الكلام الشعبوي برضو ما بيشتغلش معايا، انا ست بتاعه اقتصاد. والله يا فندم انا في النهايه يا فندم دور الدوله ان تحمي محدودي الدخل، دور الدوله انها تقدم الدواء مدعوم للطبقات اللي محتاجه، هو ده اللي اعرفه عن طريق التامين الصحي. لكن ان الدواء ما يبقاش موجود خالص هي دي المشكله، وحضرتك سمعت 2 دكاتره قالوا لك ان الدواء مش موجود وحضرتك مش مقتنع. لا يا فندم انا طب نسمع دكتور ثالث يمكن حضرتك تقتنع. هو موجود لكن انا عايز اوضح لحضرتك. حضرتك بتنزل تلاقي حضرتك بالذات بتنزل تلاقي الدواء موجود. مدام لميس يهمني زي حضرتك وزي كل الناس مصلحه المريض وان هو يلاقي الدواء، لكن عايز اقول لحضرتك انه لو المريض الدواء سعره غالي عليه وما يقدرش يشتريه يا سيدي في التامين الصحي لازم يدفعه، التامين الصحي هو ده. وبعدين انت ممكن تتفاوض مع الشركات الدوليه عشان توصل انها تقدمه للتامين الصحي زي ما الدكتور بهاء قال بنص الثمن. في مليون طريقه، لكن طول ما احنا قاعدين بنصدر تصريحات شعبويه بلا عمل على الارض انا عندي مشكله. طب نسمع هسمعك دكتور ثالث. لو احنا همنا هسمعك دكتور ثالث. دكتور هشام الشرقاوي استاذ جراحه الاوعيه الدمويه بالقصر العيني، اتفضل يا دكتور. ايوه مساء الخير، قول لي اخبار الدواء المستورد ايه يا دكتور؟ هل عندكم ازمه؟ هل عندكم مشكله؟ جراحه الاوعيه الدمويه الكلام اللي له علاقه او الادويه اللي لها علاقه كمضادات التجلط او مسيلات الدم اكثر من 80% منها متوافر. لكن في قفزه في السعر؟ اه طبعا في قفزه في السعر، ما نقدرش ننكر كده. لكن بس موجوده، بس المهم انها تبقى موجوده. 80% منها متوافر. طب ده خبر كويس. واللي مش موجود البراند الاصلي موجود شبهه مصري. حكايه انه اصل هو هيبقى الماده الفعاله اقل او الماده الفعاله، احنا مفيش حد يقدر يثبت الكلام ده. لا معلش يا دكتور قول تاني. معلش يا جماعه معلش عايزه الجمله دي اسمع، سمعني الجمله دي تاني يا دكتور بعد اذنك. حضرتك لو البراند الاصلي بينقص اللي هو المستورد من بره ولو بديل مصري، حكايه انه اصل البديل المصري اوحش او ان الماده الفعاله بتاعته مش قد كده او ان هو بيدي مثلا 50% من الايفكت بتاعه،
ده كلام مش دقيق قوي يعني، لازم ده كلام يطلع. المهم يكون متوفر يا دكتور، ده اللي يهمني انه يكون متوفر. 80% من الادويه المسيله للدم او مضادات التجلط 80% او اكتر. 80% ده خبر كويس. يبقى احنا سوفر عندنا مشكله في ادويه الاورام، وعندنا مشكله بس في ادويه في المحاليل وفي امراض النساء. بشكرك دكتور هشام هشام الشرقاوي. طيب اذا اللي احنا محتاجينه هو ان وزاره الصحه تقعد مع الشركات وتوصل لحل. اللي يهمنا في هذه القصه هو المواطن، المواطن يلاقي الدواء. ممكن الدواء يكون سعره غالي، هنا بتدخل وزاره الصحه بتدعم سعر الدواء عن طريق واحد التامين الصحي. تاني علشان بس الترويج ما يقولوش ان انا بروج ان الدواء يبقى موجود لصالح الشركات بالسعر الغالي. انا اللي يهمني توفر الدواء، ان الدواء يكون موجود بالنسبه للمواطن، هو ده اهم شيء بالنسبه لنا، توفر الدواء في المستشفيات، مش ان انا ما الاقيش الدواء ده. وفي مليون طريقه امام وزاره الصحه انها تتفاوض، زي ما تفاوضنا بالظبط مع ادويه فيروس سي وقدرنا ان احنا ناخدها باسعار مخفضه، نقدر نتفاوض مع الشركات الثانيه ان احنا ناخد الادويه باسعار مخفضه. لكن فكره ان وزاره الصحه ما كانتش جاهزه لرفع الاسعار، وفكره ان وزاره الصحه كل همها انها تصدر تصريحات شعبويه على حساب المريض عشان تقول له اصل ما فيش رفع للاسعار، بس هو الحقيقه الدواء مش هيبقى موجود، دي قصه بالنسبه لي قاتله. طيب مين معايا؟ دكتور فتحي خضير عميد طب القصر العيني، مساء الخير يا دكتور. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ احنا بنتكلم على مشكله الدواء، راي حضرتك ايه؟ وطبعا احنا بالنسبه لنا المستلزمات هي المشكله في الاصل، يعني اللي هي الحاجات اللي بنضطر نستهلكها كل يوم عشان نعالج المرضى بتوعنا، زي الاساطر والكانيولات والخيوط والحاجات المستحضرات اللي بنستعملها في رياضات المرضى وما الى ذلك. المستلزمات طبعا اسعارها زادت طبعا. فالحقيقه يعني احنا اللي قدرنا نعمله من الدكتور جابر نصار رئيس الجامعه، ادى للقصر العيني المانيا للجمعيه 10 مليون جنيه زياده، وابو الريش 10 مليون جنيه زياده لشراء مستلزمات عشان نعوض الفرق اللي حصل. فلان في كتير كمان من التوكيلات اللي كانت واخده التوكيلات الحاجات الاطبيه المستورده من المستلزمات وكده قررت انها تدفع غرامه وما تكملش. يعني انت عندك مشكله مع الشركات الاجنبيه انها بعضها توقف عن توريد الدواء المستورد. طبعا. طيب ارجو ان حضرتك بس عشان نقول الكلام بلاك اند وايت، لان وزاره الصحه مش مقتنعه بالكلام ده، شايفه ان الدواء موجود وان الصيادله بيخبوه. اذا عندنا نقص في ايه؟ الادويه اللي عندنا نقص فيها او المستلزمات اللي عندنا نقص فيها يا دكتور؟ اهم يعني هي مش ناقصه قد ما هي ان احنا لازم نغير العقود اللي احنا اشترينا عليها اللي كنا عاملين عليها اتفاقيات المناقصات القديمه، لان الاسعار اختلفت فالشركات مش راضيه تورد، وبيفضلوا انهم يدفعوا تبع القانون الغرامه اللي عليهم بدل ما يوردوا بخساره. ده اللي حاصل دلوقتي. فاحنا التعويض ان احنا بنحاول نزود الميزانيه بتاعت المستشفى من فلوس بتيجي يا اما من الجامعه. لو الدواء خليني اسال حضرتك، لا لو انتوا تعاقدتوا مع شركه اجنبيه والدواء غلي، يعني جبتوا الدواء بسعر اغلى، ازاي هنقدر نحمي المريض اللي ما يقدرش يدفع السعر الدواء الغالي يا دكتور؟ لا احنا عندنا في القصر العيني بنحاول على قد ما نقدر ان العيان ما يشتريش دواء من بره، ان العيان كله احنا عندنا العيان مجاني. فاحنا بنحاول نوفر على قد ما نقدر الادويه المطلوبه للعيان. فزي ما بقول لحضرتك كده، اللي حصل ان الاسبوع اللي فات الدكتور جابر ادى للمانيا للجامعه اللي هي المستشفى الكبيره بتاعت القصر العيني 10 مليون جنيه، ولابو الريش 10 مليون جنيه عشان نشتري مستلزمات طبيه وادويه بالفروقات اللي حصلت. وفي نفس الوقت بنحاول نجمع تبرعات اكتر شويه عشان نعوض الفرق اللي حصل. وده طبعا احنا المشكله بقى في توريد الادويه، انه الناس توريد المستلزمات الطبيه، الناس لازم الشركات لازم الناس يعني يحصل شويه تفاهم مع الشركات لان الاسعار اختلفت. صح. فهم مش قادرين يمردوا بالاسعار دي، الاسعار القديمه. ما وزاره الصحه مش مقتنعه، شايفه ان هي في جمله واحده بتتقال لا تغيير في اسعار الدواء، بس هو الدواء بعد كده مش هيبقى موجود. هو حقيقه احنا اصلنا تبع وزاره التعليم العالي، حضرتك عارفه احنا مش تبع وزاره الصحه. فلكن يعني في النهايه كلها حكومه يا دكتور، يعني لازم يكلموا بعض حضرتك. يعني هو في الاخر احنا النهارده كان في اجتماع كبير بسبب الحاجات دي في مجلس اعلى الجامعات، وهم بيحاولوا الحقيقه في مجلس اعلى الجامعات انهم يعملوا حل للمشكله بسريع.
طيب. في ان احنا نجمع كل المشترات بتاعت كل مستشفيات الجامعيه سوا في نفس الوقت عشان نشتريها كلها سوا نقدر نوفر فيها في المفاوضات اكتر. بشكرك دكتور فتحي خضير عميد طب القصر العيني. طيب دكتور مجاهد حضرتك لسه معانا يا فندم؟ انا ليا بس تعقيب يا دكتور بعد اذنك. اتفضل يا فندم. احنا لازم نفصل ما بين حاجتين. اتفضل. المستلزمات والادويه. أيوة. اولا احنا كوزاره صحه هذا العام ودي لاول مره تحدث انه تم بالفعل شراء المستلزمات بتاعت وزاره الصحه من شراء مجمع من خلال مناقصه من برلين بالتعاون مع القوات المسلحه او تحت اشراف القوات المسلحه. الحقيقه وزاره التعليم العالي ما دخلتش جزء من هذه المناقصه، احنا كوزاره الصحه تم شراء المستلزمات بالفعل تكفي لمده عامين وتم توفير 5 مليون جنيه عن كل سنه في توتال شراء المستلزمات. فدي حاجه ودي طيب. حاجه يعني ما ينفعش نقارن خالص. مظبوط مفصولين. الوزاره ما دخلتش في شراء المستلزمات. طيب لا يعني انا مش انا مقتنع بكلام حضرتك، انا اتمنى بس ان احنا نوصل لحل سريع لانه القضيه مش ان انا اطمن الناس بكلام، القضيه انه الحاجات تبقى موجوده والادويه تبقى متوفره ونقدر ان احنا نتفاوض مع الشركات زي ما تفاوضنا في فيروس سي، ناخد الادويه بسعر مخفض، المستشفيات على الاقل نوفرها في المستشفيات العامه لانه والمستشفيات دي مدعومه وساعتها الدعم هو اللي بيخلي المريض يا دكتور ما يدفعش ثمن الدواء الغالي، بس انا يقلقني جدا عدم وجود الدواء، ده بالنسبه لي فزع. فانا بالنسبه لي ان الدواء يكون موجود بسعر غالي والدوله بتدعمه عن طريق المستشفيات الحكوميه وعن طريق التامين الصحي احسن لي كتير من ان الدواء ما يبقاش موجود وافضل اقول شعارات للناس، معلش انا بشتغل اقتصاد هنا. طيب مين معانا يا جماعه؟ دكتور جورج عطله عضو مجلس نقابة الصيادلة. دكتور عطلة مساء الخير. مساء النور يا فندم. دلوقتي في حملات بتنزل من وزارة الصحة علشان تشوف الأدوية والستوكات اللي عندكم، هل الصيادلة ايه الوضع بالظبط؟ تقول لي وضع الدواء المستورد ايه؟ دكتور جورج. ايوه مع حضرتك. طيب سمعتني حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام. اتفضل. الأول بس احنا بنحب نوضح ان الدواء اللي موجود في مصر نوعين. أيوة. نوع بيتم استيراده تماما من الخارج، مصنع من الخارج، والنوع الذي بيتم تصنيعه او الدواء المحلي، وده حضرتك 95% من الدواخل اللي داخله في الانتاج بيتم استيرادها. فاحنا في الحالتين واقعين مستورد. مشكله بالظبط، احنا الاثنين تقريبا مستورد وحضرتك بنخضع لتغيير سعر الصرف. حضرتك عشان يكون طب اسالك السؤال بوضوح الاول يا دكتور، هل يمكن ابقاء أسعار الدواء كما هي دون تغيير سواء المحلي أو المستورد؟ استحالة فن. استحالة. النتيجة استحالة. إذا بقيت الأسعار كما هي النتيجة هتكون إيه يا دكتور؟ هيكون حضرتك أكتر من نتيجة سيئة. واحد، نواقص في الأدوية كبيرة، وخاصة إن في بعض الأدوية التي بيتم استيرادها من الخارج لا يوجد لها بديل مصر، زي بعض مشتقات الدم وبعض حضرتك حقن الأنتي آر إتش هيموفيليا زي الفاكتور 8 والفاكتور 9، في ادويه مالهاش بديل في مصر. تمام؟ دي مشكله. المشكله الثانيه لو الادويه المستورده دي قلت او ما حصلش استيراده عن طريق القنوات المشروعه هيتم دخولها عن طريق التهريب. التهريب هندخل طبعا بالظبط او الغش او تبقى في ادويه مغشوشه او غش بالظبط. ما هو التهريب ده غش يا فندم لانه رايح يخضع لرقابه وزاره الصحه. بالظبط. تمام؟ هندخل في سوق موازي للدواء. المريض بيحتاج الدواء من اي حته. الدكتور مجاهد مكان يجيب. وزاره الصحه بتقول انه انا ما اقدرش اغير السعر على المريض لانه المريض مش هيقدر يدفع التكلفه، الحلول بتبقى ايه هنا العلميه يا دكتور؟ طيب بص، اولا حضرتك مع احترامي لوزاره الصحه كلها، من يقود وزاره الصحه اطباء ليس لهم الخبره الكافيه لاداره ملف الدواء في مصر. واعتقد نقابه الصيادله بقى لها اكتر من سنتين بتقول لازم انشاء هيئه دواء مصري، واعتقد ده المقترح القانون حاليا في لجنه الصحه في مجلس النواب لاقراره. الحاجه الثانيه حضرتك، الفكره كلها مش في المنتج الدوائي، الفكره في المواد الداخله في تصنيع المنتج الدوائي. دي حضرتك مواد بالعمله الصعبه. مفيش اي حل الا إعادة تسعير الدواء. حضرتك لما حصل تحريك سعر الدواء من 4 شهور قلنا ده حل مؤقت، لو اتغير سعر الدولار من 10 و 12 جنيه وصل 15 أو 20 برضه هنرجع لتسعيرة تانية. وبقول لحضرتك برضه حل تحريك سعر الدواء حل مؤقت،
لان لو اتغير الدولار لارقام ثانيه برضه هنضطر نغير سعر الدواء. طب انا بس هتحفظ على جزء ان اللي بيقودوا وزاره الصحه دكاتره ما يعرفوش في يعني لا في يا فندم. يعني معلش عشان بس اكون بحترم كل الناس اللي بتدخل معايا يا فندم انا انا بحترم وزير طيب. الصحه ووزاره الصحه طيب معلش معلش يا دكتور. المنظومه الدوائيه ليها طريقه اخرى للاداره غير المنظومه الصحيه. طيب الدواء حضرتك دكتور. يا فندم بعد اذن حضرتك انا لغايه دلوقتي بستورد البان رغم ان منقص المرة الواحدة اللي بيتم فيها دعم الألبان في مصر كافية لبناء مصنع ألبان لأن 10 سنين بنقول نفس الموضوع قلنا لابد من تواجد أو إنشاء مصانع لتوفير المواد الخام طيب. اللي احنا بنحتاجها في الدواء محدش بيقول لنا أي حاجة. شكرا يا دكتور. دكتور مجاهد تحب ترد على الدكتور؟ أنا حاجة كل اللي عندي أخيرا أنه هي يعني مشكلة احنا بنحترم كل الشركات احنا هيبقى في لغة حوار ما بيننا نقعد نشوف المشكلة وحاسيات وأثارها وترتيبها واحنا يهمنا في المقام الأول توفير الدواء في السوق مش موضوع تصريحات زي ما حضرتك ذكرتي. شكرا دكتور مجاهد.